قال يا ليلى ادخل الخيمة وانشري شعرك وادعي لولدك عليا، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. يلا يا مؤمنين، يا أخوات، يا مؤمنين، ترى ليلى دعت بدعاء عظيم. إذا عندك حاجة وعندك مريض ويا دعاء ليلى، أمن على دعائها. دخلت خيمتها، نشرت شعرها، رفعت يديها إلى السماء ونادت: إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي سالما. وطابت الخيمة الغري، مأجور مأجور، طابت الخيمة الغري ويتوسلت بالله وحبيبي بالحسين، وش ما بمصيب يا راد يوسف من مغيب، يا عقوب ومسكت نحي، أريدك علي سالم. خرت مغشيا عليها، رجع علي الأكبر من المعركة في الحملة الأولى سالما مناديا: أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برس فصيدي الأبطال، ادركني يا بويا وجيب لي قطرة أمي، رفرف على راسي ترى طير المني، يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد ضاين وتداحي الب، أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذا، غارت عيوني واظلم الوادي علي. أهل العزاء، قال أبا حسين أريد الجائزة. قال بني ما هي جائزتك؟ قال أبا حسين إني عطشان ولقد تفتتت كبدي من الظما. ضمه الحسين إلى صدره ونادى: ولدي علي اصبر عن قليل، يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وفي قول آخر قال له الحسين: ولدي علي ضع لسانك على لساني. يقول علي الأكبر، هذه مصيبة تفجع قلبك ها، يقول علي الأكبر: وضعت لساني على لسان أبي الحسين، وإذا به كالخشبة اليابسة من الظما.
كأنما يريد يقول لبني علي أنا عطشان أكثر منك ولدي، لكن صبرا صبرا أجركم الله. ثم قال له الحسين: بني علي أذن. قال: أبا ليس هذا وقت أذان؟ قال: بني علي أريد أسمع آخر لحظة أذان جدك رسول الله. وإذا بعلي الأكبر ينادي: الله أكبر الله أكبر. نادى الحسين: كبرت كبيرا. لما وصل: أشهد أن محمد رسول الله. وإذا بالحسين احتضن الولد، ضمه إلى صدره، اعتنق طويلا أجركم الله. أرسله الحسين إلى المعركة، ما هي إلا لحظات، وإذا بالصوت من المعركة: أبا حسين عليك من السلام. انقض الحسين عليه كالصقر المنقض على فريسته، رآه بتلك الحالة، نادى: مولاك الحسين، بني علي على الدنيا بعدك العفايا. قعد عندي وشاف مغمض العين، قعد عنده وشاف مغمض العين، متواصل طبر والراس. بينما الحسين ينادي: وولداه وعليا، تقول الأخبار: وقف الزينب بإزاء باب المخيم، وأخذت بعشر أناملها على رأسها وهي تنادي: وولداه وعلياه. وضع الحسين رأس ولده على التراب ورجع إلى باب المخيم. صاح: أخي زينب، أنسيتيني مصيبة ولدي؟ أخي زينب، ما أتحمل أشوف إيش تطلعين من الخيام وأنا بعدي على قيد الحياة. أبو علي وينك عن زينب يوم كربلاء يوم العاشر؟ صاح الزينب: وأين ولدي علي الأكبر؟ قال: أخي زينب، ارجعي إلى المخيم، أنا سآتيك بعلي إلى المخيم. رجع الحسين، التفت علي الأكبر إلى أبيه، صاح: أبا حسين، أوهل رخصت عندك لهذه الدرجة؟ بهالساعة تخلي راسي على التراب؟ قال: لا يا ولدي، ولكن خرجت عمتك زينب من الخيام. نادى: ودني يا بوي العمتي زينب، أراها وياي، خلها تشد جرحي، ترى ذايب حشا. قال لي: يا عقلي مهجتي، حكيك فراها، لازم بشيلك للخيم يا قرة العين، لازم بشيلك للخيام يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبي عيني وين نار؟ لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطر، لازم تقل لي كان جبت الولد يحصل وياي، لكن بليله شل بصار يا حلو الاطباع، لو عاينت جسمك يا عقلي موزع
وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزا، لكن يعين الله على ضجتها النساء وشال المدلل فوق صدره وللخيم عاد دمعايه الويصيح فتني فق قوم يا ليلة للولد عد ليله فرت بدهشة تلطم الهامة بليل